تجاوب زي ابن القيم مثلا انه الشريعة هي بتظل تحت المصلحة، بمعنى اذا كان مش من المصلحة تطبيق الشريعة الإسلامية فاحنا مش ملزمين بتطبيقها. وهذا الكلام انا شايفه عين العقل. يعني انا زي قلتها قبل، ملف المرأة احنا عندنا فيه مشكلة بالشريعة، ما يوم ما بزبط نهائيا تطبق لي الشريعة على النساء. وانا قصدي بالشريعة بملف الأحوال الشخصية، تمام؟ ما يعني هسه مثلا وحدة بدها تسافر مثلا، تيجي تمنحها عشان والله في فتاوى معينة بتقول هيك. مثلا وحدة بدها مثلا تش تلبس الحجاب مثلا في مكان، زي ما حكى الشيخ يوسف القاضاوي، بدهاش تلبس الحجاب عشان حيعمل لها مشاكل. من المنطق انها ما تلبس الحجاب، يعني حتى لو الاشي كان بعضه داخل في ملف العقيدة، ايمانيا هي حرة بحالها. ممكن انا مثلا كشادي بامن ان الصلاة فرض بس انا ما بصليش، تمام؟ هون انا حابب حالي حلو، بس ما تيجي لي انت بالشريعه تعيتك وتقول لي لا انت ما دامك ما بتصلي لازم تقتل. وصلت كيف؟ يعني الاشياء اللي دخل بالحاكم ما انا دخل، ما لها دخل ولا احنا ملزمين نطبقها، بس انا كوني مؤمن بعقيده معينه هاي شغله بتخصني انا لحالي، سواء طبقتها ما طبقتها هذا شيء بخصني انا لحالي، تمام؟ او مثلا بنت بتعمل بالحجاب بس ما بدها تتحجب، برضه شغله بتخصها، هاي عقيدتها الشخصيه. فهاي الاشي انا استنبطته من الكلام يعني، وهاي يعني كمان الجزء الثاني. وصحيح اني انا حاسس حالي بصراحه